أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن الرياضة البحرينية في العهد الزاهر بقيادة جلالة الملك المعظم باتت تعيش تطوراً متنامياً على صعيد الإنجازات واستضافة كبريات الأحداث الرياضية. وأشار سموه إلى أن هذا الأمر يحتم مضاعفة الاهتمام بالبنية التحتية من المنشآت والملاعب الرياضية. جاء ذلك لدى زيارة سموه مدينة عيسى الرياضية والاطلاع على مرافقها في جولة ميدانية تأتي في إطار حرص سموه على الاهتمام بالمنشآت الرياضية بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم 53 لسنة 2023 ونقل تبعية إدارة المنشآت وإدارة المشاريع للهيئة العامة للرياضة، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من المدراء والمسؤولين بالهيئة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية تهيئة جميع المنشآت والمرافق الرياضية بالصورة اللائقة والمتميزة لاحتضان المسابقات المحلية واستضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية بأفضل صورة، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات الاتحادات والأندية وفق المعايير الحديثة التي تتناسب مع التطورات العصرية والمواصفات الدولية في بناء الصالات والملاعب ومختلف المرافق الإدارية ووضع أنظمة خاصة لصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها باعتبارها ثروة وطنية. وأشار سموه إلى أن المنشآت الرياضية تمثل أهمية كبيرة للحركة الرياضية باعتبارها قبلة لاحتضان مختلف الفعاليات ولكونها أداة فعالة في التحول نحو الترفيه الرياضي والصناعة والاستثمار وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني عبر استضافة البطولات الخارجية التي تساهم في تنشيط السياحة الرياضية، مؤكدا سموه حرص الهيئة العامة للرياضة على الارتقاء بتلك المنشآت الرياضية وتطويرها لتكون بيئة جاذبة لشباب الوطن ومحطة هامة لاستقطاب أكبر البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.